السلام عليكم خوتي، صباح الخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، وجميع المهاجرين ان شاء الله اللي في اوروبا يكونوا بخير ان شاء الله، تعدي هذه الازمه هذه على خير ان شاء الله يا سيدي ربي. المهم، الشغل الشاغل حاليا للمهاجرين هو ما يقع في فرنسا، نسبه يعني كتشوفوا الاهتمام اللي ولا او لا الحقره بهذا المفهوم اللي ولات ضد المهاجرين. يعني ملي كنقول مهاجر انا خوتي، كنتكلم على المهاجر السري وكنتكلم على المهاجر المقيم، لحقاش حنا كاملين في مغرفة مسكين، مغرفة وحده، وكاملين عندنا نفس المعاناه خوتي. يعني كي واحد عنده الوراق كي واحد ما عندوش الوراقه. المهم اخوتي، الموضوع ديال اليوم هو يعني كما كتشوفوا كاينين واحد التشديدات صارمه على المهاجرين السريين بالاخص، حيت كنقول مهاجر سري راه كيتعرض للمهاجر المقيم والمهاجر السري للكونترول والمراقبه الاوراق. يعني انا دابا الا كنت غادي في المترو ولا غادي في التران، غادي واخا عندي الوراق غادي نتعرض لنفس الكونترول اللي غادي يتعرض له واحد ما عندوش الوراق. يعني باش نحيدوا هذه الفكره هذه ديال راهما راه ما كيعرفوكش ملي كيديروا الكونترول، ما كيعرفوكش واش عندك الوراق ولا ما عندكش. مهاجر كيديروا معك كونترول، يعني حنا كنتسمى بمفهوم يعني العلمي كتسمى الفيسينغ. الفيسينغ هو انه غير كيشوفك كيتبان له راك مهاجر، من يعني من الملامح ديالك راك يعني كيديروا واحد الفرزيات بهذا المعنى. هذه فرزيات كيفرزوا المواطن الاوروبي على المواطن المغربي، مثلا المغربي اللي مغربي، مثلا خوتنا توانسه الليبيين الجزائريين المغاربه، يعني باينين حنايا راه حنا دي مغربان، يعني من الصفه ديالنا من الكولور ديالنا باينين دي مغربان. بحك كما يعني مثلا الامريكيه، امريكا اللاتينيه، مثلا امريكا اللاتينيه، انا امريكا اللاتينيه بلا ما يقول لي رانا امريكا اللاتينيه نعرفو غير من الملامح ديالو خوتي. كذلك الاسيويين، الاسيويين غير كتشوفوا كتعرفوا راه اسيوي. يعني الشرطه كيتعاملوا بهذا المفهوم الفيسينغ. الفيسينغ هو واحد يعني انطلاقا من الملامح ديالك تيتعاملوا معك. يعني كاينين دابا خوتنا جزائريين، اكثر يا خوتنا الجزائريين كتشوفوا تقول قاوري، يعني هذا كتقول له شحال تعرضتي ديال الكونترول، كيقول لك ما كتعرضش انا الكونترول بزاف، في حين واحد اللي عنده الملامح مغربيه ملامح عربيه كيتعرض للكونترول بزاف. خوتي هاد الفيسينغ هادي راه ماشي انا اللي قلتها، دخلوا كتبوا الكونترول عن طريق الفيسينغ، يعني عن طريق الهندام، عن طريق الوجه، عن طريق الملامح. يعني هذا اغلبيه ديالنا حنايا العرب كنتعرضوا للكونترول عن طريق الملامح. هذا خوتي ماشي انا اللي كنقولها، هادشي راه خصكم تدخلوا لليوتيوب وتشوفوا المحاميين، وهو راه ممنوع قانونيا، ممنوع قانونيا ممنوع الكونترول عن طريق يعني التمييز العنصري. يعني هذا كيدخل فيه التمييز العنصري، ولكن هو ولا هما البوليس ملي كيشدوك كيفاش كيديروا يتعاملوا معاك؟ ما خادش يقول لك مثلا راه بنتينا عربي، ولا ما خصوش يبين لك بانه راه شدك على اساس العرق ديالك، ولا على اساس الكولور ديالك، ولا على اساس الملامح ديالك. هو كيقول لك غير كونترول عادي. عقلوا معايا هذه الفكره هذه. هو ملي كيشدك كيقول لكم كونترول عادي الاوراق، ولكن شحال كتلقاهم ملي كيكون كونترول الاوراق اخوتي، مثلا في التران ولا في المترو ولا في شي حاجه، شوفوا شحال كتلقاهم شادين ديال العرب وشحال شادين ديال الكوار، كتلقاو زيرو قاوري بلس. يعني انا ملي كنت تولوز اخوتي كنت كنقرا، كنت مثلا كنركب في المترو، اغلبيه اخوتي المترو في كيديروا الكونترول بزاف، والتران انا نعطي لكم هاد جوج هادو نقاط اغلبيه. المترو مثلا كيجلسوا مثلا 15 يوم 20 يوم، يعني ما كانش واحد الكونترول مزاير بحال دابا، مي كان واحد الكونترول خفيف مره كيديروه كيديروا له. في اما جيت كنلقاهم ديال الكونترول كتلقاهم شادين العرب، ديما كما قلت لكم اخوتي كتلقاهم شادين العرب، ما كتلقاش شي قاوري واقف كيجبد لهم الوراق. قليل في كتلقى شي قاوري مثلا حارق في كي سميتو، كتلقاهم حارقين اغلبيه، هما كيضربوا التران كيضربوا الميترو ما كيبغوش يخلصوا، بحالهم بحالنا راه ماشي غير العرب اللي كيركب في الميترو ما كيخلصش، ولا الافريقيين، ولا راه حتى الكور حتى هما راه كيضربوا كيسلتوا. انا اول مره جيت لاوروبا شكون اول واحد لقيتو سالت؟ قاوري. اول واحد لقيتو سالت في التران قاوري، يعني كان جالس حدايا وصل الكونترول ديال التران، هذا كنهضر لكم على كونترول ديال البي،
وصل الكونترول ديال لي كونترولور، دخل هو للطواليت وسد عليه. يعني اول كونترول انا غادي نشوفه في فرنسا كان فرنسي حارق في التران. هذا كان نهضركم على البي. نجيو اخوتي نهضر لكم على دابا انواع الكونترول، يعني ان شاء الله هذه الحصه هذه غادي تكون مفيده لكم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله نوصل لكم يعني اكثر معلومات ان شاء الله في هذا الفيديو هذا اللي تعم الفائده. كاينين اخوتي بزاف ديال الكونترول، كاين كونترول ديال الكونترول ديال الاوراق، كونترول ديال الاوراق اخوتي فين كيكون؟ كيكون بزاف في المدن، وكيكون بزاف يعني المواصلات العموميه ترونسبور، كيكون اخوتي في المترو بزاف، كيكون في الكيران اللي كي انترناسيونال اللي كيمشيو كيمشيو للمدن، وكيكون الشرطه مع الصباح. مازال كنهضر، كاين اليوم السوق كما قلت لكم. كاين الكونترول ديال المترو، في المترو كاين كونترول ديال التران، وكاين كونترول ديال الطوبيس ديال اغلبيه ديال البوس ماشي ديال الطوبيس، البوس. المهم اخوتي هاد لي تروا هادو هما اللي كيكون فيهم مراقبه الاوراق، ومراقبه الممنوعات. يعني كيكونوا دايرين هذا الكونترول هذا شي مرات كيشوف كيقلبوا على هذوك اللي كيستعملوا الممنوعات، وكيقلبوا على هذه الحراقه هذو باش تكونوا عارفين. راه ماشي غير يجي يوقفك غادي تعتقد انه راه بغى يشوف واش عندك الورق ولا لا، لا. اغلبيه الاحيان اخوتي كيشدك حيت كتبان له مثلا كما قلت لكم انا الفيسينغ، كتبان له مثلا انت كتكبي الحشيش، كتبان له مثلا الملامح ديالك الشنايف ديالك زورق ولا ما لابس مزيان، ولا لابس ديك الكاسكيطه، ولا لابس ديك ديك البوشيطات، ولا داك اش كتقول لهم حنا داك داك اللي كيكون دايرين الدراري مشات لي عليهم، كتكون لابسين هادشي اخوتي كتوقفوا بزاف، كيوقفوا بزاف ولاد لي كارتي، ولاد لي كارتي تتعرضوا للكونترول بزاف من هاد النوع ديال الكونترول اكثر من يعني اي واحد يتعرضوا لولاد الاخر بزاف في هذا الكونترول هذا. الصباح كاين الاشغال يتعرضوا لهذا الكونترول هذا. كاين الكونترول اخوتي الثاني، الكونترول الثاني هو يعني اللي كيكون خايب بزاف بزاف بزاف، هو الكونترول ديال الخدمه. كيجيو كيتقلبوا على اللي مديكلارين ولا اللي ما مديكلاريش في الخدمه. هذا الكونترول اخوتي كيتعتبر هو الصعيب، هو السبب الرئيسي في الرجوع ديال يعني كيصيفطوك للبلاد. هذه يعني نعطيها لكم اخوتي بالكارونتي، الا شدوك في الخدمه الا شدوك كلحقاش في الكونترول كيجيو الجندارم اغلبيه ولا البوليس، وكيجيو لي غصاف الجندارم ولا يغصاف. هذه الجندارم كيكونوا جايين يعني الا لقاوك ما عندكش اوراق كيديوك لي غصاف، كيشوفوا واش تراك مديكلاري ولا لا. يعني هذه راه ماشي غير على يعني الحراقه، حتى على ولاد هنايا الا جاو مثلا انا مثلا خدام في الشركه وجاو طلبوا لي اوراق الخدمه ما لقاهمش عندي، ولا ما لقاوني ما مديكلاريش هنايا ما كيتفاهموش معايا. انا الا كنت ما عنديش الاوراق ديريكت كيديوني الكوميساريه، مول الخدمه ديريكت كيضربوا بواحد الغرامه ماليه. اصعب كونترول هو هذا، يعني كلشي كياكل فيه العصا، يا المهاجر اللي ما عندوش الاوراق يا مول الخدمه، بجوجهم كياكلوا العصا في هذا الكونترول هذا. هنايا الا لقاو ما عندكش الوراق اخويا ديريكت كيعطيوك، الا كتمشي يشدوك كدوز المحكمه، من بعد المحكمه كيعطيوك لانتيرديكسيون دو ريستي سور لو تريتوار فرونسي، يعني كيجربوا عليك 48 ساعه كيقولوك خوي فرنسا، هادشي الا ما شدوكش ضربتي الحبس وداروك الترحيل. يعني هادي كتخرج فيها الترحيل، وكانوا في الاول كانوا كيعطوك غير لوبليغاسيون، يعني كانوا بشحال هذه يعني ملي كانت القضيه شويه مسهله كانوا كيعطوك غير لوبليغاسيون دو كيتي لو تيريتوار، هذاك الاوكود اوكي تي اف ولا اش كيقولوا له اوكود تي اف، كانوا كيعطوك غير لوبليغاسيون دو كيتي لو تيريتوار فرونسي. منين شافوا الناس كيعطيوهم لوبليغاسيون كيجلسوا لهم هنا، ولاو كيديروا دابا ولاو قانون جديد اخوتي كيعطيوك لوبليغاسيون دو كيتي لو تيريتوار مع لانتيرديكسيون، يعني لوبليغاسيون مع لانتيرديكسيون. هنا الا عطاوك لوبليغاسيون مع لانتيرديكسيون شدوك كضرب الحبس كيديروك الترحيل، هذه هي اصعب وحده.
غادي نشرح لكم بشوي بشوي اخوتي، يعني راه عندي الوقت، راه مازال قدامي ساعه ديال الطريق. غنحاول اخوتي نشرح لكم مزيان باش تفهموا الامور. انا ان شاء الله راه شادين الطريق ونهضر لكم باش تفهموا. كاين الكونترول ديال الحدود. الكونترول ديال الحدود اخوتي كتكون مثلا باغي تمشي دابا انت من دوله لدوله وبغيتي تدوز على فرنسا مثلا، مثلا طالع من اسبانيا، نديرو حنايا طالع من اسبانيا، طالع من اسبانيا باغي تمشي مثلا لبلجيكا ولكن غادي تدوز على فرنسا. هنا في هذه الحاله هذه كتكون مضطر ان مثلا غادي تدوز على فرنسا. كدوز على فرنسا مثلا كدوز الديوانه ديال السبليون، كيشدوك ديوانه فرنسا. هنا خوتي في هذه الحاله هذه كتكون عندك تعامل مع الشرطه الحدوديه. هاد الشرطه الحدوديه خوتي ما كدير او ما في اغلب الاحيان ما كيديروش ترحيل، كيشدوك تيديروا معاك تحقيق منين جاي فين غادي هذاك الشيء. اغلبيه كنتي ما مبصمش كتبصم، كنتي بغيتي تطلب اللجوء كتبصم. المهم انت اغلبيه ديال الناس ملي كيتشدوا في هاد الشرطه الحدوديه اما كيقول لهم رانا باغي نطلب اللجوء، ولا راه كيقول لهم رانا دايز، ولا كيقول لهم انا اعطيني لي سي باسي راني باغي نمشي لبلادي ولا باغي نهبط لبلادي. المهم خصكم تقولوا شي حاجه لحقاش انت غادي تقول ما بغيتش نقص فرنسا، انا راه غير دايز. يعني هما مش مجبرين انهم يشدوك ويلوحوك في الحبس ويديروا معك تحقيق ويعطوك الطارد ويعطوك هذا الشيء. فهاد الحالات هادو خويا غير الا شكوا فيك انك بغيتي تقص فرنسا ولا راك جالس في فرنسا، هنا فين كيعطوك الترحيل ولا كيعطوك الطارد ولا كيعطوك. اما الا مثلا كنتي هابط من بلجيكا ودايز على فرنسا هابط لاسبانيا، اغلبيه ديال الدراري كيفاش كانوا كيديروا يدوزوا اخوتي، كانوا غنعطيكم هاد الحل هذا. مثلا الا بغيتي تهبطوا غير تهبطوا مؤقتا، يعني ما تجلسوش في فرنسا. مثلا كتبغي تهبط من بلجيكا لاسبانيا، كتمشي عند القنصليه في بلجيكا تطلب لي سي باسي، كتمشي كتقول لهم انا راه باغي نرجع للمغرب، واخا انت ما باغيش ترجع للمغرب. كانوا كيديروا هاد الدراري بزاف هادي، يعني هذا كحل للناس اللي بغاو يهبطوا. كتقول لهم انا راه باغي نهبط بحالي للبلاد، كتمشي للقنصليه تعطوك لي سي باسي. القنصل كيعطيك واحد الورقه كوم كوا لي سي باسي، يعني ما باش يخليك يدوز الديوانات في فرنسا. انت كتكون جاي كتعيش دوك البوليس ديال مثلا فرنسا، تتعطيهم ديك الورقه كتقول لهم انا راني راجع للبلاد. هما ملي كيشوفوك راك راجع للبلاد كيخليوك دوز فرنسا. ملي كدوز فرنسا كتوصل اسبانيا كتهبط بحالك تتجلس في اسبانيا. هذه من بين يعني الحلول اللي كانوا كيديروا الدراري. سنجري شي شويه وكاين واحد الرادار قدامي. هذه من بين الحلول اخوتي اللي كاين. يعني كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لي كونترول. بعدا دابا غادي نقول لكم اخوتي علاش كاين هذا المشكل ديال الزياره على الحراقه في هذه الاوقات هادو. لماذا يعني الوزير الداخليه زير على الحراقه في هذه الايامات هذه؟ وزير الداخليه اخوتي كيزير على الحراقه في هذه الايامات هذه كما كتعرفوا. الحراقه اي المهاجرين بصفه عامه هي ورقه انتخابيه، هذه هي مفهومه اخوتي. يعني يا في اسبانيا يا في فرنسا يا في هولندا يا في المانيا، الحراقه او المهاجرين بصفه عامه كما كنقول لكم ديما، يعني راه كاملين احنا ورقه انتخابيه. كيفاش هاد ورقه انتخابيه؟ ملي كيقربوا الانتخابات اخوتي في فرنسا، من بين الحوايج يعني الرئيس اللي كيبغي يبين انه كيدير هو انه راه كيحارب الهجره السريه وكيحارب المهاجرين وكيحارب. كاينين بزاف ديال الرؤساء اللي كيحاولوا يتقربوا للمهاجرين، مثلا بحال اسبانيا كيحاولوا يتقربوا للمهاجرين باش ينتخبوا عليهم المهاجرين المقيمين. وكاين اخوتي اللي كيبغي كيضرب، يعني حنا كنقولوا كيلعب على كيلعب كيبالونسي بين الحراقه وبين المقيمين. كيفاش؟ بحال دابا اسبانيا في الانتخابات ديالهم كيقولوا مثلا حنا غادي نساعدوا مثلا المهاجرين وهذاك الشيء وهذاك الشيء. هنا كي يعني المهاجرين اللي كيكونوا ساكنين يعني كيعجبهم الحال، كيقولوا راه مهتم بينا هذاك الشيء كينتخبوا عليه. هنا في فرنسا كذلك هذا الشيء اللي واقع، كيقولوا انا غادي نحارب الهجره السريه في حين انتخبوا عليا، لحقاش دابا راه المهاجرين السبب ديالهم هو انهم ملي كيكثر. راكم كتعرفوا فرنسا فيها دابا تقريبا 800,000 مهاجر سري. هاد 800,000 مهاجر سري واش ما خدامينش؟ راه نعطيكم الا كانت غير خدامه غير 50% فيهم راهم كيحيدوا البلايص كما كنقول لكم انا، كيشدوا البلايص لوحدين اخرين اللي عندهم الاوراق. دونك هادوك اللي ما خدامينش دابا كيقول لكم احنا المهاجر السري راه بسببه ما خدامش انا، حيت هما خدامين في الفلاحه، خدامين هنا كيديو لنا الخدمه ديالنا. هادشي هاد الفهم انا كنقول لكم اخوتي، يعني الناس كيفاش كيفكروا، ماشي انا اللي كنقول لكم هادشي، يعني هادشي انا كنقاري عليه في الانترنت وباغي نوصل لكم اشنو واقع.
هما ملي كيلعبوا على هاد الورقه ديال الهجره السريه وهادشي كيقولوا ما انا نقي البلاد راه كثروا الشفاره كثروا مثلا السرقه كثروا الخدمه بلا اوراق كثرت هادي غادي نحاربوا الهجره السريه وهداك الشيء كيشجعوه اغلبيه كيبغيو يصوتوا عليه كاد غير كدوز هاد الحملات الانتخابات اخوتي كترجع الامور عاديه كما كانت غير اخوتي يعني النقطة التي أفاضت الكاس هو يعني العملية يعني اللي شفتوا العملية الإرهابية اللي وقعت هنا في فرنسا كيكونوا سببها مهاجرين أخوتي وأغلبية كتلقاهم مهاجرين كانوا حراقة ولا كان عندهم مشكل في الوراق هادو أخوتي كي يعني هما السبب الرئيسي في الخراب البيوت ديال المهاجرين يعني كيجي بنادم كيكون حارق يعني 10 سنين هو حارق في فرنسا نهار عطاو له الوراق نهار دار المشاكل يعني انا هادشي اللي فهمت من هذيك القصه المهاجر اخوتي ملي كيدير شي مشكل هنايا شكون كياكل العصا كياكلوها المهاجرين الاخرين يا السريين يا المهاجرين يا المهاجرين المقيمين نهار فين كتوقع اخوتي شي حاجه بحال دابا راكم شفتوا راه ماشي غير المهاجر السري اللي عليه الضغط دابا واكل العصا راه حتى المهاجر المقيم يعني دابا باش تمشي تطلب كارت سيجور راه كتلقى مشاكل يعني في الاول كانوا كيدوزوا الدوسيات يعني واخا ما يكونش كامل الدوسي واخا خصك تك ورقه ولا دابا لا دخلت عندي واحد الجروب اخوتي في ديال الكارت سيجور عندي في اللي بغى يدخلوا راه الجروب مهم اللي في التسويات الوضعيه شفت فيه الناس بزاف كتبكي وتشكي على الكارت سيجور يعني الناس كاين اللي دار 11 عام كانوا كيجددوا له ما بغاوش يجددوا له كاين اللي كان خدام بغاو يجددوا له ما بغاوش يجددوا له كاين اللي كان يعني كيجدد عن طريق الطيفر ما بغاوش يجددوا له كاين اللي يعني كان كيقرا كانوا كيجددوا له ما بغاوش يجددوا له يعني اخوتي صار واحد المشكل كبير ديال كارت سيجور يعني كاين اللي كيدفع الدوسي دابا 6 شهور 8 شهور ما كيردوش عليه كاين اللي كيدفع دابا الكارت يعني عنده الاقامه 10 سنين وكيدفع الكارت الغونوفلومو وكيعطيو له غير ريسيب بغير كيقلب غير على الريسيبي سي ما كيعطيوهلوش كيقولوا راه حنا كنطريطيو الدوسي المهم مكرفسين المهاجرين مكرفسينهم في هذه الايامات هذه لواحد الدرجه يعني هذا الشيء ماشي كنقول لكم عن فراغ شفت بزاف ديال الحوايج وقلت راه نهضر لكم في هذا الموضوع وراه نقرب لكم هذه الفكره هذه ديال اشنو واقع في فرنسا وعلاش كاين هذا الزيار هذا الحمله الانتخابيه اخوتي راه الورقه الرابحه فيها يعني ديما هما المهاجرين كي فوكاليزيو على المهاجر لان المهاجر كما قلت لكم اخوتي هو اللي قدر يطلعك في الانتخابات هو اللي قدر ينسلم كتجي كيقول لهم انا غنحارب الهجره السريه انا غادي نزير على المهاجرين انا غادي نقنن الهجره انا كل حمله انتخابيه كنخرج شي قانون جديد على الحراقه وعلى المهاجرين في صفه عامه باش يكون هذا الزيار هذا عليهم باش يبينوا انهم راه كيخدموا باش يبينوا بينهم فهمتوني اخوتي يعني الفكره واضحه النصائح ديالي دابا للحراقه اخوتي ملي كيكون يعني شي كونترول بحال هذا يعني شي تزيار بحال هذا اخوتي حاولوا انكم ماشي غادي نقول لكم ما تمشوش تخدموا يعني الله يحسن العون بنادم راه تابعينو الكرا تابعو الضو تابعو الماء تابعو بزاف ديال الحوايج يخلصوا ولكن اخوتي حاولوا تجنبوا الترانات حاولوا تجنبوا الميترو حاولوا تركبوا بزاف السيارات الشخصيه مثلا بحال دابا انا ملي كنت هنايا حارق كنت كنفضل انني نركب مع ولد خالتي مثلا نركب معاه في الطوموبيل ديالو يوصلني للخدمه ولا شي حاجه واخا نخلص له المازوت ديالو ولا داك الشيء حيت ما كيكونش الكونترول بزاف على الطوموبيل بحال الا ركبتي في التران بحال الا ركبتي في الميترو اغلبيه التران والميترو اخوتي بعدوا له في هذه الاوقات هذه حاولوا انكم تركبوا في الطوبيس ما كيكونش فيه الكونترول بزاف في بعكس يعني بعكس كما كيقولوا التران والميترو بعدوا على الترا يعني لي كار الكبار اخوتي لي كار الكبار حاول بحال هكا غادي تنزل في شي كار كبير معروف حاول انك تبعد توقف في الكار لا كار اللي بعده ولا اللي قبله ما تحاولوش تبقاو تمشيو كعادي كما ديما لا حاولوا انكم تغيروا شي شويه السلوك ديالكم حاولوا اخوتي تلبسوا مزيان كما انا كنقول لكم ديما حاولوا ما تمشيوش بمجموعات يعني مجموعات يعني تمشيو خمسه اربعه بكم جوج ابارتيغ جوج ديال عباد الله كيتوليو مشبوهين وسيرتو الا كنتي كتمشي عربي مازال كنتي كتمشي عربي كاوري ما كيكونش عليكم يعني المراقبه بحال الا مشيتي عربي بعدو على الكاسكيطات
كاسكيطه اخوتي مشبوهين. انا راه حتى انا كنت كنلبس الكاسكيطه بزاف مي لبسو يعني مزيان. هذوك الشاكوشات ودوك دوك الحقيبات اللي كتهزوها كبعدوا عليهم. راه انا كتشوف بنادم ما عندوش الوراق وهاز حقيبه. علاش هاز حقيبه خويا؟ شنو داير فيها بالسلامه؟ يعني هذوك اللي كيهزوا حقيبات وكذا يعني كيتعرضوا للكونترول بزاف. حاولوا ما بقاش تلبسوا سبور. يعني هنايا السبور ملي كتكون لابس حنا كنقولوا كيط مع التوني مع السبرديله كيشكو فيك شفار. علاش اخوتي؟ هادو هما فعال الشفاره اللي كيلبس هاد اللباس هذا اغلبيه تيكون شفار. علاش الشفار؟ كيكون مستعد يهرب. يعني حنا كنقولوا مستعد يجري مستعد. واخا انت راه غير لابس كتكستم ولكن هما كيعتقدوا انك شفار. انا كنعطيكم بهذا المفهوم اخوتي، ماشي انا كنقول لكم نتوما شفاره ولا شي حاجه. الحاجه لله راكم كاينين ولاد الناس، انا كنقول لكم كاينين ناس قارين. راه كنهضر مع دراري تبارك الله اجازه ماستر كذا مازال ما جابش الله، الله يسهل على الجميع. غير انا كنعطيكم هذه النصائح هادو باش تعرفوا اخوتي. انا ما كنهضرش معكم الرسميات نجيب لكم قال وزير كذا كذا رسميا ونجيب لكم معطيات ونجيب لكم، لا. انا كحكا بصفتي حراق قديم كنت كنعرف كيفاش تتعامل مع الشرطه. يعني تعرضت للكونترول في العمل، تعرضت للكونترول في الطريق، تعرضت للكونترول في اسبانيا، مي كنخرج راسي بالطرق. يعني انا كيما كنت كنقول لكم كنت كنلبس مزيان، جاكيطه محترمه، سروال محترم، زائد على يعني كنهز كارطابل ديما واحد الاورديناتور كنت كنهزو معايا. الشرطه ملي كتشوفني كنبان لها انسان محترم، يعني محترم لابس مزيان كدا، ما كنتعرضش للكونترول بزاف. في حين انك الا كنتي كتلبس كيما كنقول لك انت داير فيها ربي شي شعر، داير شي حزمه، داير شي كاسكيطه، داير شي لباس، هنا كتقول لهم اجيو شدوني. بهذا المفهوم اخوتي كتقول لهم اجيو شدوني. هذا هو اخوتي، حاولوا انكم تاخذوا بعض النصائح هادو. يعني دابا الكونترول كاين اخويا، الا قدرتي تجلس في الدار في هذه الايامات جلس. بغي ما كنتي مضطر انك تخدم سير خدم، بعدو على السواق. دابا السواق اللي كيمشيو كيخدموا دابا السواق اخوتي نقصوا شويه رجليكم من السوق، لحقاش حتى السوق كيجولوا البوليس دابا كيجمعوا الحراقه. راه قلت لكم راه غير في هذه الايامات هذه جمعوا اكثر من 300 واحد اللي جمعوا غير في باري. كما كتعرفوا اخوتي باري مركزين فيها الحراقه، يعني اكبر نسبه الحراقه في فرنسا مركزه في باري والنواحي. حنايا شويه في هذا الجنوب هذا ما كيكونش عندنا الكونترول بزاف مقارنه مع باري والضواحي ديالها. من باري حتى الليل هاد المناطق هادو والمناطق الحدوديه اخوتي كيكون فيها الكونترول بزاف. مناطق الحدوديه دابا بعدوا لهم الخروج اخوتي بالليل، بعدوا له مابقاش خرجوا بزاف دابا بالليل ومابقاش خرجوا النهار في الصباح بكري. يعني اخوتي فين غادي انت بكري وفين غادي بالليل؟ الا ما خدامش كما قلت لكم، الا كنتي خدام حاول شي واحد عنده السياره قيديك ويجيبك. اللهم 10 اورو ولا 15 اورو تعطيها لبنادم ويديك ويجيبك، احسن انك ما تمشي اخويا في الميترو ولا تعرض الكونترول مع الصباحات ولله. يعني كيما قلت لكم حمله جد شرسه ضد الحراقه اخوتي، وراه يعني كاين يعني خرجت في الجريده، يعني راه ماشي كلام عن كلام اننا بغينا غير نطلعوا نديروا البوز ولا القناه تكبر، لا اخوتي هذا كلام من القلب. انا كنت كنحاول اخوتي، راه عندي دابا تقريبا عام وانا كنعطيكم نصائح في هذه المواضيع. اللي كان مشترك معايا اخوتي راه عارفني ديما كنهضر لكم في هذه المواضيع، لانني انا اخوتي 3 سنين وانا حراق. رانا ماشي كنهضر لكم بهذوك اللي جاوا عندهم الجنسيه وتهضر لكم على الحريق، هو ما عمر كان حارق. يعني خلينا من هذاك، ولا هذاك اللي عنده الوراق جالس ناعس كيطلع اليوتيوب خدام باليوتيوب كيمشي كيجمع شويه الاخبار من اللي من يصير كيعطيهم لكم، ما عارف شنو هو الحريق. اما انا عارف شنو هو الحريق اخوتي، عارف شنو هو الكونترول ديال البوليس، عارف اخوتي الا شدوك البوليس اش كيوقع لك، عارف المشاكل اللي كيترتب على الحريق. يعني هادشي كامل اخوتي عارفه، وبغيت انا يعني نعطيكم اقرب النصائح اللي درتهم انايا ونجحت في يعني بعدت من المشاكل، حيت كنت كنعرف نتعامل مع الشرطه. ثاني حاجه اخوتي، الا كنتي مثلا غادي وضربتي في البوليس حاول ما ترجعش. الا كانوا الناس قريبين لك بزاف، مثلا كنتي طلعتي من الميترو وخرجتي وضربتي في البوليس، حاول الكومبورتمون ديالك ما يتغيرش، حاول انك تكمل على طريقك ما ترجعش. لحقاش ملي كترجع كيكونوا الكاميرات اخوتي كيشوفوك انك رجعتي كيقولوا هذا داير شي حاجه، تما نيت كتعرض للكونترول صعيب. الا كانوا غادي غير يسولوك يقولك فين غادي وفي لا فين جاي، هنا كيقولك اشنو هاز وكتدخل في ما هي وما لونوها كيقولوا هذا هارب بغى داير شي حاجه ولا كتصدق. الا شفتي الكونترول من البعيد
كما انا كنقول لكم اخوتي، انا مثلا كنت كنبغي نمشي نركب في التران، كنبقى كنوصل للملاكار كنشوف من بعد واحد 500 متر ولا 400 متر كنشوف اش واقع في لاكار. واحد النهار تا اخوتي مع الصباح غادي مع السبعة الصباح كنكونترول عند الباب ديال لاكار، عند الباب انا هي جاي ضربت بانوا ليا البوليس كيديروا كونترول، انا هي ما كملتش طريقي، وقفت هز الكارطابل ديالي وقفت، بقيت كنشوفهم كيكونتروليو وكذا، شدوا واحد المغربيه، شدوا بزاف ديال الدراري، انا بقيت كنشوف هكا، بقيت كنتسنى حتى ركبوا في الطوموبيل ديالهم مشاو. هذيك الساعه عاد مشيت انايا ركبت شديت التران. يعني انا كماشي انا كنعطيكم نصائح من القلب من اخوكم، لانني انا دوزت هذا الشيء وعارف اش كنقول، يعني ماشي عن فراغ. حاولوا انكم يعني تخبعوا في هذه الايامات هذه حتى تدوز كيما كنت كندير انا نفس الشيء اللي كنت كندير اللي كنقول لكم ديروا. كيقادو الطريق هنايا نفس الشيء اللي كنت كندير انا اخوتي تنعطيه لكم باش ديروا بحالي، باش ان شاء الله الامور تدوز بخير وعلى خير في هذه الايام هذه. راه غير حمله راه يديروا لي يديروا، راه كيبقى كينساو كيما كيقولوا، شحال قدهم يديروا الكونترول، شحال قدهم يشدوا، كيوصلوا لواحد العدد كيوقفوا، هذاك العدد ما عندهمش هما فين يديروه. غنقولها لكم انا عندهم واحد العدد الا شدوه الدولة كما قلت لك الحبس كيخسروا عليك بزاف ملي كتشدوك في الريتونسيون، الماكلة ديالك، الترحيل كيكون كما قلت لك يتقام عليهم غالي. اش كيديروا؟ كيشدوا غير واحد العدد كيوقفوا صافي، كيبينوا بانهم الراي العام كما كنقول لكم اخوتي، كيبينوا الراي العام راهم داروا له حمله ضد الحراقه، شدونا فلان وفلان وفلان صافي، كينسيو عاوتاني الشعب، كينسيو سير واحد المده عاود ملي كتجي عاود الحمله اخوتي. راه ماشي اول عام غادي تكون الحمله، ماشي اخر عام، ما حد كاين المشاكل في فرنسا كيديروا هاد لي كونترول. ورانا كنقول لكم فرنسا راه واخا كتسمعوا عليها الكونترول وهذاك الشيء راه ما كديرش كونترول بزاف مقارنه مع بزاف ديال الدول. ها هما اسبانيا اخوتي كما كتسمعوا، اسبانيا يعني راخيه مع الحراقه اي، ولكن اخويا راه ماشي راخيه مع الحراقه حراقه. راه مشيت انا مشيت للخيرونه كيعاودوا لي الناس قال لك كيكرفصوا المهاجر. كيفاش كيكرفصوا المهاجر؟ كاينين قهاويد العرب في واحد الحي، هادشي على يعني بلسان الناس ساكنين في هذيك البلاصه، قال كيجيو البوليس كيسدوا الشارع، كيسدوا قال لك البوليس من هاد الجهه ومن هاد الجهه، كيدخلوا للقهاوي كيقلبوا عباد الله، كيقلبوا الجيوب كذا، المهم كيكرفصوا في اسبانيا. يعني راه ماشي تسمعوا انهم راه ما كيرطوش الحراقه تقولوا راه ما كيراقبوش ولا شي حاجه، راه اسبانيا عندهم عنصريه ضد المهاجرين اكثر من وسيختو اقليم كاتالونيا. اقليم كاتالونيا راه صعيب اكثر من 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 كيسميتو من فرنسا. شحال واحد غلط كيحسبوا راه الكونترول اللي تاع كيتعرضوا له الدراري تما اكثر من هنايا من 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 فرنسا، وبالميز العنصري عاد يعني كيجيو يسدوا عليك الشارع. فرنسا عمر سمعتهم جاوا يسدوا الشارع وبداو الكونترول؟ فرنسا الا جاوا يسدوا شي شارع ولا شي حاجه ما كيسدوش الشارع، كيجيو غير الا بغاو يشدوا شي واحد كيبيع المخدرات عند البيعه ولا شي حاجه تيجيو. هذاك الشيء اللي كيجيو هنا في فرنسا، يعني كاين الناس مازال كيحسوا بالحقوق هنا في هذه البلاد بعكس يعني دول اخرين. راه كما قلت لكم انا اخوتي راه كيزيروا بزاف، ترى اسبانيا عرفت كيعاود لي الدراري قال لك غير كيشوفوك عربي كيتكونترولا، يعني عندك الاوراق يا ما عندكش، واخا هما مزيان هما ملي كتكونترولا ما عندكش اوراق كيطلقوك، بما انك ما داير والو كيطلقوك، يعني غير تكون عندك شهاده السكنه تما في اسبانيا كيطلقوك، في حين فرنسا شي مرات ما كيطلقوكش، يعني كيطبقوا معاك الاجراءات تقدر توصل الاجراءات حتى للترحيل. يعني هادشي اللي كاين. الترحيل دابا راه كما كنقول لكم ما كاينش، مازال ما رحلوا حتى شي واحد، غير كيعطوك الطرد، والطرد الطرد يعني صافي، ملي كتشد الطرد راه ما عندك ما غادي تجلس دير في هاد البلاد. شحال واحد كيعتقد انه الا شد الطرد يعني الطرد راه غادي يقدر يشد محامي ويدير هنا فرنسا، راه ما كاين لا محامي لا والو. لوغوكور كيديروا شي واحد مثلا كان فايت عنده الوراق وتحيدوا له وما بغاوش يعطيو له، هنا هادو كيقدروا يدير لوغوكور ويقدر يجري على راسه باش يحيد داك الطارد وداك الشيء. اما اللي كان حارق وشد شد ما عنده لا غوكور لا والو، هادي زيدوها في راسكم. شحال واحد غلط في هاد الفكره هادي كيحسبوا راه غادي يدير الغوكور، طعن في القرار، ما عندك ما دير طعن في القرار الا كنتي حارق، الا كنتي قلت لك عندك الوراق مثلا بحال دابا فايت عندك الوراق
فايتي مثلا كنتي كتشد الوراق مثلا عن طريق الخدمه وهاد العام ما خدمتيش وبغيتي تجدد وما بغيتيش تجددوا، هنا كتقدر تشد محامي كيتقاتل معاك يجيب لك الوريقات ديالك، ولا مثلا تكون مزواج ودابز مع المراه مثلا تحيد لك الوراق، هنا كتقدر تشد المحامي باش تطعن في داك القرار وباش تعاود تشد وريقات. كما الا كنتي حالك راه ما كتسال والو، يعني انت حالك شنو العلام انا غادي تشد هاد المحامي انت حالك. هذا الشيء اللي خصكم تعرفوا اخوتي، كنتمنى الميساج يكون وصل اخوتي، كنتمنى نكون ما طولتش عليكم، كنتمنى نكون وصل لكم اكبر عدد ديال المعلومات اخوتي في هذا الفيديو هذا. المهم انا ما كنبغيش نهضر لكم يعني المصطلحات التقنيه ديال المحاميين وديال يعني الرسميات، انا كنتعامل مع البسطاء الناس اللي كيبغاو يفهموا يعني بكيسميتو بالخشيبات كما كنقولوا حنا بالتفصيل الادق علاش وقع هذا الشيء. يعني انا نقدر نجيب لكم الجريده وبقى نقرا عليكم كما كيديروا البعض، ولكن ما عرفتش انا علاش كيديروا داك الخدمه، كيشدوا جورنال ولا شي حاجه بداو يقراو عليكم منه ولا من لي زارتيكل ديال لوا وداك الشيء، داك الشيء ما نافعكمش. انت الا بغيتي لي زارتيكل ديال لوا خويا طبيها غير انت بوحدك، طبيها في الانترنت تلقى لا لوا من ا زد، ما تحتاجش هي انا ولا واحد يجي يقرا عليك لا لوا. يعني للاسف القانون القنوات ديالهم يعني عندهم فهمتي عندهم متتبعين، وما فهمتش انا هذوك المتتبعين يعني كيفاش كيشوفوا كيفاش كيفهموا هذا الشيء. انا ما نقدرش انا نسمع لواحد كيجيب لي لا لوا كيهضر لي في لا لوا، انا بغيت لا لوا راه كيعرف منين نمشي نجيب لا لوا، دخلوا غير سيرفيس بوبليك راه تلقاو جميع المعلومات المتعلقه بالمهاجرين، يعني راه ما هادشي ماشي غادي ينزل علينا من السماء. غير انا كنعطيكم التجربه ديالي، التجربه كيفاش تعامل، لحقاش كاين فرق بين واحد دوز واحد راه غير كيهضر جايب لكم لا لوا تيشرحوا لكم وصافي. انا لا لوا اش غادي ندير به كما كنت كنقول لكم واحد المرات يا اخوتي، انا عاود لكم هذه قبل ما نكمل، واحد النهارات واحد بقى كيقول لي سير عند المحامي عاونك يدير الوراق، مشيت عند المحامي قال لي بعدا اول حاجه خلص 50 اورو ديال الاستشاره، خلص 50 اورو ديال الاستشاره. قلت له انا كنقرا هنايا دابا راني دخلت كنقرا شنو هما زعما يعني واش عندي الحق نهز الوراق، شنو قال لي؟ قال لي لا ما عندكش الحق تهز الوراق لان القانون الفرنسي تيقول خصك كذا وكذا وكذا باش تاخذ الوراق. قلت لها اوكي شكرا، قالت لي شكرا مع السلامه، مشات 50 اورو. هذا المحامي، يعني اش بغيت نوصلكم من هذه الفكره اخوتي، اللي غادي يقول لك المحامي راه هو اللي كاين في الانترنت، راه المحامي ما غاديش يجبد لك شي حاجه من راسه، لي زارتيكل ديال لوا راه كاينين ما غاديش يخرج مثلا لا لوا فرونسي، مثلا لا لوا فرونسي كيقول لك خصك تكون مثلا عايش هنا 3 سنين في فرنسا وتكون خدمتي عامين، غادي تمشي عند المحامي غادي يقول لك نفس الهضره، يقول لك خصك تكون عايش هنايا 3 سنين وعندك 28 فيش دو بي ولا 5 سنين و24 فيش دو بي ولا 7 سنين و8 فيش دو بي، هادشي اللي يقول لك. يعني المحامي براسو الا مشى دفع لك الدوسي ناقصه غير فيش دو بي وحده راه ما غاش يعطيك الوراق. دونك مادا يعني كنقول لك شنو هو الهدف من تمشي تشد المحامي؟ انا بان لي اخوتي غير تضيع الوقت، وسمحوا لي على هاد الهضره هادي يعني، وتحياتي اخوتي العزاز، وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم، وصباحكم مبروك اخوتي وتحياتي والله يعاونكم.